ماذا قدم النبي صلى الله عليه وآله للعالم وماذا أعطى للإنسان؟ نحن نحاول أن نشير إلى جوانب من هذا العطاء النبوي الكبير في ضمن نقاط ثلاث. النقطة الأولى، النبي الأعظم صلى الله عليه وآله عرف الإنسان بربه. النقطة الثانية، النبي الأعظم صلى الله عليه وآله عرف الإنسان كيف يسعد في هذه الحياة. النقطة الثالثة، النبي الأعظم صلى الله عليه وآله عرف الإنسان كيف يسعد في الآخرة. هذا بعض عطاء النبي الأعظم للبشرية.